أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي مد فترة الامتحانات حتى يوم 24 من يونيو بدلا من 22 من الشهر ذاته بما يحقق صالح الطلاب. جاء ذلك خلال لقائه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ورئيس قطاع التعليم العام وممثلين عن أولياء الأمور لمناقشة النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة. وأشار شوقي إلى أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة هو دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة دون تغيير في مضمون الورقة الامتحانية للقضاء على مشكلة الغش، والهدف منه قياس ما تعلمه الطالب بعيدا عن الحفظ والتلقين.